معايا على التليفون هاتفين الأستاذ بهجت العبيدي، منسق عام المصريين بأوروبا. مساء الخير أستاذ بهجت. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا أهلا بحضرتك. بحضرتك. تقييم حضرتك أستاذ بهجت لمشاركة المصريين للانتخابات الرئاسية في أوروبا. اسمحيلي في الأول أحيي حضرتك تحية كبيرة، وأحيي الشعب المصري العظيم. أهلا بيك. كبيرة، وأحيي الجيش المصري الأبي تحية كبيرة جدا، والقادة السياسية تحية يعني رائعة للغاية. ده في البدء. أما بالنسبة للعملية الانتخابية التي تمت بدأت أمس واليوم هو يوم فيها، فإن المصريين في أوروبا يسطرون ملحمة في حب هذا الوطن. نعم. المصريين في أوروبا قدموا مشاهد أرى أن أخواننا الأدباء عليهم أن يتوقفوا أمامها كثيرا، وأن يخرجوا منها بقصص تحكى تؤكد مدى عشق المصريين في الخارج لتراب هذا الوطن. هذا هو الذي أخرجهم من بيوتهم، وهذا هو الذي جعلهم يتخطون الصعاب. فضلا لحضرتك مثلا اليوم الأجواء سيئة جدا في أوروبا، السلوك تتساقط، ومع ذلك نجد المصريين يسافرون اكثر من 200 و300 كيلو الى مقر السفارات المصريه لكي يعلنوا اعلانا صريحا انهم مع الدوله الوطنيه المصريه ومؤسساتها. ليس الامر فحسب مجرد استحقاق انتخابي مثلما يحدث في كل الدنيا، بل هو اعلان واضح وصريح من ابناء مصر في اوروبا انهم يقفون في نفس الخندق الذي يقف فيه المواطن المصري في الداخل، وهو الحفاظ على الدولة المصرية وعلى مؤسساتها، وهو بناء دولة دستورية. وأيضا يؤكدون أنهم يخطون خطوة جديدة في الديمقراطية. أقول لحضرتك أن اليوم في هولندا منظر بديع، اليوم في فرنسا منظر آخر بديع يكمل المشهد الذي تم بالأمس، اليوم في النمسا كم أنا فخور بأني منها وأنا في اللجنة الانتخابية طول الوقت، وكم هي هذه الأعداد التي أتت بشكل جميل وباحتفالية تجعلنا جميعا نفخر بأننا بأن هؤلاء الناس من أبناء مصر العظيم. لو حضرتك تسمحي لي أقول مشهدين. مشهد لشابة مصرية، فتاة مصرية تجاوزت 18. هذه الفتاة جاءت ببطاقة الاختراع، ببطاقة الرقم القومي، لكي لأول مرة تدلي بصوتها الانتخابي. نعم. وإذا بها لم تجد اسمها في كشوف الانتخابات، وزرفت الدموع لأنها لم تستطع أن تدلي بصوتها الانتخابي. نعم. وهنا طلبنا منها أن تسجل اسمها مرة أخرى في كشوف الانتخابية أو في قاعات البيانات. منظر آخر أود أن يعني أن لعلي أستطيع أن أوصفه لك وصفا دقيقا. عميد الجالية المصرية في النمسا الدكتور محمد عزت مويد، هذا الرجل 86 سنة ولديه مشاكل صحية، وبينه وبين السفارة أكثر من 200 كيلو. هذا الرجل يخرج من بيته لكي يأتي إلى المقر الانتخابي، فإذا به يعمل حادثة بالعربية بتاعته، وينتظر أكثر من ساعتين إلى أن تنتهي الإجراءات، ويصر إلى أن يأتي إلى هنا إلى قلب ديننا وإلى مقر السفارة المصرية. أكبر نسبة تصويت يا فندم فين؟ موجودة فين؟ نسبة التصويت هتكون في الأكثر لا شك في فرنسا، هتكون رقم واحد في جزء كبير في فرنسا. نعم. وبالأمس واليوم في هولندا يقدمون منظرا بديعا ومشهدا جميلا، وإيطاليا أيضا تقدم كذلك. أظن أنها ستكون أيضا من بين الدول اللي لها نسبة تصويت كبيرة. تمام، بشكر حضرتك على هذه المعلومات.